يكون احيانا اكثر شيخ، اكثر احيانا. انا متعجب. يعني ذكر لي احد الاخوه يقول عن احد اقربائه يشتغلوا هو وشخص يعني غير عماني ايه في نفس العمل، يتناوبوا في ورديه العمل. ايه. يقول انا الان اطالب، انا العماني اطالب ان اساوى بزميلي غير العماني لانه يحصل على اكثر مني، بينما نحن نقوم بنفس العمل تماما. ليكون شهادات تاكغير وخبراته نفس الشهادات نفس الخبرات أحيانا لكن احتمال يمكن علاوات أخرى، ربما ثقة المؤسسة بالوافد أكثر من ثقتها ب تقصد الحكومية والخاصة؟ لا، المؤسسات الخاصة قد تكون فهذا شيء جانب، وجانب آخر قد تكون أيضا يقول لك أنا جايب هو شهادات خبرة أكثر، يقول لك هو عنده شهادات خبرة، أظنه بعد فوق أوقات أي هذا كل أشياء هو أقرب إلى الثاني إلى الغريب لأنه أيضا من نفس جسمه. صحيح. وأنا أصور هي بعد نوبة اليوم أبو محمد. اليوم حقيقة لابد أن حديث الساحة اليوم، يعني الآن أكثر من أكملنا أكثر من سنة، وحديث الساحة اليوم عن باحثين عن عمل، وهم يعني يريدون العمل في الشركات، لكن ما وجدت الشركات اللي تتقبل هذا العدد. ايضا على الشركات الكبيره اليوم التي اخذت منفعه من الدوله من الحكومه ايضا ان تساعد وتاخذ جمله من هؤلاء الشباب وهذا الكادر يدخل في ساحه العمل وتعمل احلال بالتدرج، لا يعني لا جمله واحده. ابو افلح حقيقه ايش اقول لك، يعني هذه من جهات يعني مختلفه. اول شيء الجديه، نعم، لان احنا يعني اشتغلنا بالكلام وبالدعاوى وأشغلنا عن الحق المراو، الكلام وايد والتنظير وايد، اسمح لي. نعم. وانت دائما تقولنا عن التنظير والتنظير. نعم. التنظير وايد والكلام على الورق وايد وعلى الشاشات وايد على الشاشات والتصوير. نعم. لكن الميدان غير. يوم واحد راعي شركة وفصل 40 شخص ما شاء الله في يوم واحد، يوم رفعوا علي دعوة قال ما أدري إيش، عاد بالتعب ردوا البعض والبعض. إيش سبب؟ سبب هناك مصالح شخصية للأسف في الشركات، في الشركات وغيره. أنا تراعي بني شوية دخل كذي هاروب حتى في غيره. نعم. وإلا حتى في بعض مؤسسة حكومية، نعم، عشان أرخص يجيبون وافد والعماني موجود. نعم. بيا اذكر لك نماذج والله، خليها ايوه. ليش؟ ايهما الافضل، ان تغني هذا الذي سيعمر بلده والذي يقوم بكفاله اسره وسيتزوج، وترى الزواج في مصلحه للبلد واهل البلد والمجتمع، ام الاخر؟ احنا مع احترامنا لكل الناس المقيمين والناس الوافدين، ها، منهم أصدقاء لنا ومنهم إخوان لنا. نعم. وعانونا في كثير من الأمور. صحيح. ليس كذلك يا إخوة؟ صح فعلا. لكن أيضا في بعض الأحيان أيضا إحنا نسبة وتناسب، نسبة وتناسب. وأنا أريد الإنسان الجاد. نعم. أريد الإنسان، وأبو محمد بيصحح لي إن من هو الأناني؟ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن إيش؟ أحدكم حتى يحب لنفسه ما يحب لأخيه. أيوة، يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نعم. أليس كذلك؟ صحيح. فما الذي أنا أحبه لنفسي، وما الذي يحبه أبو محمد لنفسه، وما الذي يحبه أبو حسام لنفسه؟ نعم. أليس كذلك؟ صحيح.